السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ دلوقتي هنحل المسألة اللي كانت في آخر المحاضرة اللي فاتت، وقلنا إيه هنأجلها فيديو لوحدها بحيث ناخد راحتنا فيها. المسألة زي ما انتم شايفين كده اهوت، بيجيلي أول حاجة خالص الأوريجينال هيستوجرام، تاني حاجة بيديني الديزايرد هيستوجرام. حلو، ده حاجة كده وده حاجة، جميل. بيكون يا إما رسمهولي بالشكل ده، يا إما مديني القيم بتاعته إيه مكتوبة كده، يا إما أحيانا بيكون جايب الاتنين زي في المثال بتاعنا ده، تمام. فهو مديني اوريجينال هيستوجرام كل فريكوينسي القيمه بتاعتها كانت وصلت لحد كام، يعني مثلا 0 كان لغايه 0.19، قبل 0.2 على طول، ال1 كان 0.25 فواصل لحد هنا، ال2 كانت 0.21 فوق 0.2 بشويه، وهكذا. وبيقول لي انا عايز ان انا اعمل هيستوجرام ماتشنج مع اللي على اليمين ده. فبنعمل ايه؟ بنقوم عاملين جدول او جدولين زي اللي فوق على اليمين دول، تمام. انا جهزتهم من قبل كده عشان بس ايه فيهم كلام كتير مكرر. يعني اللي على الشمال دوت بتاع ال اوريجينال، واللي على اليمين ده بتاع الديزايرد، تمام، او اللي هو الاول اللي عايزني اماتش معاه. بكتب هنا الانديسيز بتاعتي 0 1 2 3 4 1 7، وهنا نفس الانديسيز بالطبيعه يعني، وهنا القيمه اللي هي اللي عندي اصلا، وهنا القيمه اللي هو عايزني اوصل لها، تمام. وبعدين بنعمل ايه بقى؟ الشغل بيبدا من دلوقتي ان انا بحسب الكوميوليتيف سم بتاع كل واحد فيهم. فمثلا على الشمال دوت هلاقي ان انا هنا 0.19، اللي بعدها هاخد دي زائد اللي فوقيها هيطلع لي مع بعض 0.4، هاجي في اللي بعده هاخد التلاتة كلهم مع بعض فهيطلع لي 0.65، اللي بعدهم يطلع لي 0.81، 0.89، 0.95، 0.98، وبعدين في الآخر 1.00. لازم دايما يطلع لي ايه آخر حاجة 1.00، تمام. على الشمال طبعا نعمل نفس الكلام، هنا الاقي 0.0 0.15 0.35 0.65 0.85 1.00. طيب بعد ما عملنا الحسبة البسيطة خالص دي، ايه المطلوب مننا؟ المطلوب مني ان انا بمسك كل قيمة من الجدول هنا، اشوف الكوميوليتيف بتاعها ده ايه اقرب قيمة ليه في هذا الجدول التاني. هلاقي مثلا 0.19 0.19 اللي قريب مننا هنا، هلاقي التلاتة 0.15، فاروح اعمل زي جدول صغير كده، اقول ان الزيرو هيبقى قصاده 3، هشد خط كده بس، تمام. فالزيرو هيماتش مع ال 3 لان 0.19 اقرب حاجه ليها هي 3 بتاعت 0.15 دي. طيب ال 0.44 ايه اقرب حاجه ليها؟ لان هي 0.35، يبقى 4، فاقوم كاتب ال 1 هياخد ال 4، واجي ابص على ال 2 0.65 هلاقي 0.65 كمان هنا، هيبقى انا على طول كده 2 و5. طيب 3 هلاقي 3 0.81، ايه اقرب حاجه ل 81؟ هي 85، يبقى 6. تعالى نشوف ال 4، ال 4 كانت 0.89، ايه اقرب حاجه ليها؟ هي برضو دي، هتبقى 6. 5 0.95، اقرب حاجه 95 هي ال 100 او ال 1، فيبقى 7. 6 7 طبيعي 98 و100، والواحد يعني هيكون قريبين من 7 برضو، يبقى 7 7، تمام. واشوف القيمه اللي هنا ايه اقرب قيمه ليها من اللي على الشمال من على اليمين هنا دول، اخد الرقم بتاعها كني بس بماتش، بقول يبقى كل الاصفار اللي عندي في الصوره الاصليه هيكونوا 3 في الصوره الجديده، وكل الوحيد هيكونوا 4، وكل الاثنين هيكونوا 5، وكل الثلاثه هيكونوا 6، وهكذا. فدوت اللي بيطلع لي في الاخر اسمه اللوك اب تيبل او الماتشنج تيبل. ايه لوك تيبل؟ بس حرفيا كان مسألة خلصت خلاص. كل اللي هو عايزه ان هو بيكون مديني اوريجينال هيستوجرام، عايز يوصل ديزارد هيستوجرام، بنحسب الكوميوليتيف لده والكوميوليتيف لده برضو، وبعدين بنعمل ماتشنج مع بعض. انا 0.19 اقرب قيمة ليها، يلا هقوم واخد 3 واقوم حاططها مع الزيرو. طيب مثلا 0.65 لقينا هنا 0.65، اقوم حاطط واخد 5 واقوم رابطها مع الاثنين، هيبقى عندي الاثنين والخمسة مع بعض، وهكذا في كل القيم اللي عندي لحد ما اخلص التيبل. ممكن في سؤال ما مثلا يكون هو جايب لك صورة فعلا ويقول لك قول لي بقى في الصورة الجديدة مثلا البيكسل ام 5 دي هتبقى كام؟ تقوم انت قايل له بدل 5 هتكون 7 بس. طب البيكسل ام 2 دي هتبقى كام؟ هتبقى ب5، وهكذا. بس الموضوع بسيط، سيبنا من الماث والانتجريشن والحاجات اللي كانت في المحاضرة. المهم بس نعرف طريقة الحل اللي هي باختصار شديد محورها كله حوار الموضوع الكوميونيتي ده. نجيب الكوميونيتي في صم هنا، الكوميونيتي في صم هنا، نماتش بينهم، نكون خلصت.
دي كانت كل حاجة، أتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا جزيلا.